مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عبر الكتاب موضوع حلقة النهاردة موضوع مهم جدا احنا بقالنا فترة بندرس مع بعض شخصية يسوع المسيح كما سجلتها لنا الأناجيل الأربعة موضوع حلقة النهاردة كيف يكون يسوع الله الظاهر في الجسد ويجرب من إبليس طبعا هذا الموضوع موضوع مهم جدا وهو سؤال بيسألوا البعض عن تجربة شخص الرب يسوع المسيح المذكورة في إنجيل متى أصحاح أربعة وإنجيل لوقا أصحاح أربعة وإنجيل مرقس أيضا لأصحاح الأول هذه الحادثة المهمة التي جاءت مباشرة بعد معمودية الرب يسوع في الأردن هي أن يسوع أخذه الروح القدس إلى البرية ليجرب من إبليس تمثل هذه الحادثة في حياة رب المجد صعوبة بالغة عند البعض وصعوبة تتمثل في الاتي كيف يكون يسوع او كيف يمكن ان يسوع الله الظاهر في الجسد يجرب من ابليس وما هي اهميه هذه التجربه وكيف يتقابل القدوس مع الشرير ويسمح له ان يجربه كيف يمكن ان نفهم تجربه يسوع في ضوء قول الكتاب ان الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد فكيف يكون يسوع هو الله ويجرب من إبليس مرة تانية بذكر حضراتكم أعزائي المشاهدين أنه برنامجنا عبر الكتاب هو برنامج لايف مباشر وعش كده ممكن تتصلوا بينا على الأرقام الموجودة على الشاشة احنا بنرحب بكل أسئلتكم بكل مداخلاتكم وبكل أيضا مساهماتكم في هذا البرنامج تجربة يسوع المسيح خلونا الأول نقرأ النص كما ذكره لنا البشير متى في أصحاح أربعة من إنجيله النص بيقول لنا الآتي أن ثم أصعد, أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس فبعدما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا فاجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله ثم اخذه ابليس الى المدينه المقدسه واوقفه على الهيكل وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. ثم اخذه ايضا الى اخذه ايضا ابليس الى جبل عالي جدا واراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد ثم تركه ابليس وإذ ملائكة قد جاءت فصارت تخدم هذه هذا ما سجله لنا البشير متى في أصحاح أربعة لؤى سجل لنا نفس التفاصيل مع الاختلاف أنه جعل التجربة الثانية هي الثالثة والتجربة الثالثة هي الثانية يعني لؤى بدل التجربتين الأخرينيتين وطبعا ده ليه هدف لاهوتي غرض الكتابة من إنجيل لؤى والإنجيل مرقس ذكر لنا تلخيص لهذه الحادثة في أصحاح الأول من إنجيل مرقس طيب لما نيجي إلى التجربة دي إذا بصينا أولا إلى النص اللي مكتوب وإلى الأحداث اللي موجودة يمكن نحن نقسم هذه التجربة إلى عدة أقسام يعني عندنا كذا قسم وهرجو أيوة مش المخرج بس يجيب تقسيم محتوى التجربة أول حاجة بنجد مقدمة للتجربة موجودة في عدد واحد وعدد اتنين مقدمة لتجربة شخص الرب يسوع المسيح وبعدين بنجد من عدد ثلاثة إلى عدد أربعة بنجد التجربة الأولى ثم نجد من عدد خمسة إلى عدد سبعة التجربة الثانية ومن عدد ثمانية إلى عشرة بنجد التجربة الثالثة وبنجد في الآخر في عدد حداشر خاتمة فده ده ملخص عام او تقسيمه سريعه جدا لتجربه الرب يسوع على الـ الـ في البريه لو رحنا الى المقدمه المقدمه مقدمه التجربه زي ما قلت هي عدد واحد وعدد اثنين وخلوا بالكم من النص لانه مهم جدا كل عباره من من النص اللي بيذكر لنا تجربة الرب يسوع عبارات مهمة جدا وكلمات مهمة مهمة جدا جدا فاحنا هنشوف ازاي ان الرب هو يعني صاحب السلطان من اول الموقف الى اخر الموقف يقول في المقدمة هذه الكلمات ثم اصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابليس فبعدما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاعة أخيرا الملاحظة المهمة قوي وإحنا بنتكلم عن الجزء ده أنه يسوع أصعد إلى البرية بالروح بعد معموديته عشان كده مهم قوي لو إحنا نشوف الرابط ما بين أصحاح ثلاثة وأصحاح أربعة إحنا عارفين أنه تقسيم الأصحاحات دي حاجة مش من النص الأصلي لكنه تم تقسيمها يعني متاخر علشان تساعد الدارس والاري انه يبقى بيدرس الكلمه او بيقرا الكتاب المقدس بسهوله. لما نقرا في اصحاح ثلاثه يقول لنا ايه؟ يقول لنا عن معموديه الرب يسوع فلما اعتمد يسوع الرب يسوع اعتمد من يوحنا وطبعا معموديه الرب يسوع كانت لتكميل كل بر اعلان عن بدايه خدمته العلنيه كويس؟ ويسوع أصعد إلى الوقت من الماء وإذ السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه وصوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس فناخد بالنا أنه في النص ده يقول لنا إيه فرأى روح الله نازلا عليه كويس وفي نفس الوقت بعدها على طول يقول ثم أصعد يسوع إلى البرية من من الروح فدور الروح القدس هنا في المعمودية إعلان حضوره حضور روح الله بالكامل على شخص الإبن الكلمة المتجسد كويس وبنجد أيضا هنا إن الرب يسوع بالروح القدس آآ آآ راح الى, إلى البريه ليجرد، خلوا بالكم دور الروح القدس لما نقرا في الاناجيل نعرف ان الرب يسوع حبلى به او مريم حبلى بالرب يسوع بالروح القدس، انه الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك وهنا ايضا بنجد الروح القدس في المعموديه ونجد ايضا الروح القدس في التجربه فكل شيء تحت سلطان الله الكامل من اول الحدث الى نهايه الحدث تحت سلطان الله الكامل انه يسوع اصعد بالروح القدس اصعد بالروح القدس دي نقطه مهمه جدا وتمت هذه بعد معموديه بعد معموديه الرب يسوع ثم اصعد مره ثانيه يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس او زي ما حطها لنا البشير لوقا ايضا قال لنا حط كلمه اخرى قال ايه في تجربه شخص الرب يسوع لما اتكلم يقول ايه وكان يقتاد بالروح في البريه الاول يقول لنا اما يسوع فرجع من الاردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية فدور الروح القدس دور الروح القدس واضح جدا في تجربة شخص يسوع المسيح له كل المجد طيب يقول لنا أيضا الكتاب أن يسوع مكث في البرية أربعين يوما يقول لنا هذه الكلمات فبعدما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا أنا أعرفش تخيلكم أو تصوركم لإنسان صام أربعين نهار و40 ليل، بيبقى شكله الجسدي إزاي؟ وبيبقى كمية الضعف الجسدي اللي موجود فيها قد إيه؟ لكنه يسوع ظل صائماً أربعين نهاراً وأربعين ليلة ثم جاع أخيراً. نيجي هنا نتناول تجربة تجربة علشان نشوف كل هذه التجارب في ضوء كلمة الله ونفهمها يعني بالتدقيق في ضوء الوحي الإله. التجربة الأولى التجربة الأولى بتقول ايه؟ فتقدم إليه المجرب هنا المجرب هو إبليس وكلمة إبليس معناها المشتكي أو المجرب وقال له ان كنت ابن الله ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا فاجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله ان كنت ابن الله احبائي هنا ابليس مش بيشكك يسوع في ان هو ابن الله لا الترجمة بعض المترجمين بيحطوها بيقولوا بما أنك أنت ابن الله يعني إن كنت فعلا أنت ابن الله بما أنك أنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا فقال يسوع ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ولو شفنا هنا في التجربة الأولى انه ابليس اتى للرب يسوع في التجربه الاولى بعد الأربعين يوم لما بيقولنا بيقول لنا ان هو كان يجرب أربعين يوما الرب يسوع كان وهو بيصلي على في البريه وكان صائم وكان ايضا في في علاقه وشركه مع الله الاب ابليس لم يتركه هو راح لمكان اللي فيه ابليس ولكي ما يجرب هنشوف ليه الرب يسوع كان لابد انه يجرب وكان لابد انه يجتاز هذه التجارب المهمه من الناحيه اللاهوتيه ومن الناحيه ايضا التاريخيه في حياه شخص الرب يسوع المسيح. التجربه الثانيه بيقول له ايه؟ بيقول له يقول كده ثم اخذه ابليس الى المدينه المقدسه. اخذه الى المدينه المقدسه وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله مرة ثانية بما أنك أنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى يديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك وهنا في أكثر من حقيقة إبليس انتصر على التجربة الأولى من خلال المكتوب لما نروح إلى إلى النص بتاع متى نعرف إنه لما الرب يسوع الأول قال له إن كنت ابن الله فقل هذه الحجارة أن تصير خبزا إن الرب يسوع رجع إلى النص المكتوب في تسنية ثمانية وعدد ثلاثة وقال له إنه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان وده بيقول لنا قد إيه إبليس شخص يعني مخادع هو مخادع إبليس على فكرة في بعض الامور المهمة جدا لينا كمؤمنين حلو قوي ان احنا نعرفها. أول حاجة نعرفها عن إبليس إنه مشتكي، دي أول حاجة، دي الوصفة بتاعته، ده معنى اسمه إن هو المشتكي. الحاجة الثانية إبليس يعتبر يعني احنا أوقات بنستهين بقوته، لكن إبليس يعتبر أقوى مخلوق خلقه الله. يعني آه هو كان رئيس الملائكة وهو كان أيضاً له مجد كثير ولما سقط جر وراء تلت الملائكة سقطت أيضا فصارت أرواح شريرة فهو يعتبر من حيث القوة هو يعتبر أقوى مخلوق خلقه الرب لكن أيضا إبليس ما ننخدعش ليه لأنه إبليس ما فيهوش الصفات بتاعة الله ابليس ما ينفعش ان هو يكون عنده عارف كل الاشياء ابليس معرفته هو بيستخدم ذكائه وهو بيستخدم انه يربط الاشياء مع بعض اشطر من الانسان فلكنه ليس كلي المعرفه ليس كلي العلم ابليس لا يعرف المستقبل ابليس ممكن يتوقع المستقبل من خلال المكتوب لكنه لا يعرف المستقبل عشان كده الصليب كان سر، والتجسد كان سر، وهو فكر انه بموت المسيح هينتصر، وهو لا يعلم انه دي خطة الله ليه، انه بموته يبيد ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، فإبليس ليس كلي المعرفة، ليس كلي العلم، ليس كلي السلطان، هو يفعل فقط بسماح من الله ما يحد له الله ان يفعله لكن الحاجة الثالثة او الرابعة ان ابليس ايضا ليس موجود في كل مكان مش كلي الوجود هذه الصفات هي صفات الله وحده الله هو وحده كلي العلم الله وحده كلي المعرفة الله وحده كلي الوجود الله وحده ايضا يعني كلي السلطان، سلطانه مطلق، أما إبليس هذه الأشياء فيه محدودة، فلا ننخدع، لا ننخدع، إحنا ما عندناش إلهين، إله خير وإله شر، والإلهين دول بيتصارعوا مع بعض، أبدا، ده مش فكر كتاب ولا بيتكلمنا عنه الكتاب من أول ما يكلمنا في تكوين واحد إلى يكلمنا في سفر الرؤيا أصحاح 22، لا نجد هذا الفكر، لكن نجد ان شخص كائن مخلوق لكن هذا الكائن المخلوق تمرد على الله وجر وراء ايضا ملائكه سقطت فصارت ارواح شريره فصار هناك مملكه للظلمه هذه مملكه الظلمه تقاوم عمل الله منذ ان سقطت الى ان يلقيها الرب في اليوم الاخير يوم الدينونه في البحيره المتقده بالنار والكبريت ابليس قوي نعم ابليس ذكي نعم ابليس ماهر في خداعه نعم لكن ابليس ليس كلي القدره ليس كلي العلم ليس كلي المعرفه ليس ايضا كلي الوجود فهو موجود في اماكن واللي مكان يكون موجود فيه ما بيكونش موجود في اماكن اخرى فده ده اللي انا عايز بس اوضحه هنا لكن التجربه الثانيه واحنا بنتكلم عنها مهمه قوي في كام نقطه هنا حابب ان انا اقف عنهم عندهم لانه هناك بعض التساؤلات بخصوص بعض العبارات الموجوده في التجربه الثانيه، يقول ثم اخذه ابليس الى المدينه. واول كلمه هنقف عندها هي كلمه اخذه. كويس؟ ثم اخذه ابليس الى المدينه المقدسه، واوقفه على جناح الهيكل. وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل، لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب لا تجرب الرب الهك طيب ابليس هنا في التجربه الثانيه دي هو عارف ان رب يسوع اقتبس في التجربه الاولى نص من العهد القديم فهو شاطر هو قال بما انك انت يعني اقتبست لي من العهد القديم ومن كلمه الله انا كمان ممكن اخدع الناس بكلمه الله وابليس هنا لما قدم للرب يسوع هذه الايه حتى الايه دي لما نرجع ليها في مزمور 91 هي ايه يعني مقتطمه يعني اتم منها نص وجاب وجاب الجزء اللي عايزه لكن الجزء اللي هو يدينه لم ياتي به فنخلي بالنا انه ابليس خادع جدا حتى في استخدامه للمكتوب لما نروح بقى لكلمه ثم اخذه ابليس الى المدينه وهنا البعض بيتساءل آه إذا كان إبليس أخذ الرب يسوع إلى المدينة وكلمة أخذ بمعناها يعني بمعنى الدارج بتاعها أنه واحد استولى على واحد يعني آه أو أخذوا بالقوة أو أنه جر يعني سحبوا معاه أو أنه 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 بأي طريقة آه آه جعل الرب يسوع يفعل ما يريد أخذوا إلى المدينة المقدسة آه طبعا الكلام ده كلام غير حقيقي لانه اولا يتعارض مع كلمه الله ثانيا يتعارض مع شخص الرب يسوع في طبيعته وفي ذاته وفي قدرته وفي سلطانه ويتعارض ايضا مع اللغه اللي انا مش بقول انه في خطا في الترجمه لكنه اللغه الكلمه اليوناني يعني ممكن تحمل معنى اوضح اكثر من الكلمه العربي لو بصينا الى النص اليوناني لما نقول هنا لما يقول هنا تاتي بارا لمبانو اوتوس دو ديابوليس فهنا بارا لمبانو وهي كلمتين كويس متقسمه الى كلمتين كلمه بارا وكلمه ايه؟ كلمه لمبانو فالكلمه دي بتعني الكلمه دي في القاموس إلى اليوناني ولو روحنا الى السترونج القاموس اليوناني بنجد أنها بتعني bring along with يعني شخص بيحضر شخص أو بيأتي بشخص معاه take aside associate with oneself يعني بيرافق شخص فهنا الترجمة آه الـ 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 أو المعنى الكلمة بيعني بيعني مرافقة بيعني سار معه بيعني أحضره معه أتى به لا تعني أنه أخذ بالقوة ثم أخذ إبليس لا بتعني أنه الرب يسوع رافقه أوكي انت, أنت عايزني أروح إلى, إلى الهيكل أنا هروح معاك إلى الهيكل عشان أثبت لك أنه أنا أقوى منك وأنا صاحب الموقف فهو سمح له بهذا أنه يسير معه لكنها لا تعني أنه أخذوا بالقوة رافقه عشان كده حتى الكلمة اليوناني بارا لمبانو دي كلمة بارا بتعني الكلمة الأولانية بتعني بجانب يعني يعني حتى احنا مثلا نقول انه مثلا الهيئات المعاونه للكنيسه نسميها بارا تشيرشز يعني هيئه معاونه للكنيسه هيئه بترافق الكنيسه او بارا ليجل القانون المرافق للقانون فكل الحاجات دي مهمه قوي لانه الكلمه نفسها بتعني كده الكلمه لا تعني انه اخذوا بالقوه الكلمة لا تعني أنه أخذوا بالقوة وسحبوا معاه لكن الكلمة بتعني أنه يسوع رافقه صار معه إلى حيث ما يريد أن يجربه ومهم أولينا إن احنا نفهم الجزء ده لأنه بعض الإخوة يقول لك أه شوفوا بقى بنقول ان يسوع هو هو الله الظاهر في الجسد فكيف يسمح لإبليس أن يأخذه وكيف لإبليس أن يمارس سلطان عليه وإذا كان إبليس هو اللي أخذه يبقى إبليس هو الأقوى منه طبعاً ده ينم عن جهل بمعرفة شخص الرب يسوع وجهل أيضاً بالنص الأصلي للتجربة التجربة الثالثة التجربة الثالثة لما يقول هنا ثم أخذوا أيضا إبليس إلى جبل عالي ونفس العبارة هنا استخدمت ونرجع لها مرة تاني لأنه مهم أولينا أن احنا مهم أن احنا نعرف أنه الكلمة دي بجد بتعني إيه ثم أخذ إبليس أيضا إلى جبل عالي وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد النص ده في كلمتين مهمين أو في كلمتين مهمين أو زي ما قلت الكلمة الأولانية ودي احنا اوريدي اتكلمنا عنها في الجزء اللي فات اتكلمنا عن معنى كلمه اخذه الكلمه الثانيه كلمه اراه هنا انه اراه جميع ممالك العالم دول كلمتين مفتاحيتين لفهم التجربه الثالثه اللي سمح الرب يسوع لابليس انه يجربه يا اول حاجه ثم اخذه مش مش هنعيد ده ده بس انا حطيت هنا مره ثاني لانه يعني التكرار بالنسبة لنا بيعلم الشطار فاحنا بنتعلم انه كلمة اخذوا تعني رافقوا تعني صار معه تعني انه الاثنين مشوا مع بعض الرب يسوع صار معاه كلمة بقى وأرى يعني ايه ارى هنا وهنا بنجد جزء بيمثل ايضا صعوبة لبعض الاخوة اراه هل هل اثر على على فكره وعلى ذهنه فأراه كده في ذهنه ممالك العالم وبكده يكون ابليس دخل إلى ذهن الرب يسوع وأثر عليه أما ازاي يري ممالك العالم وازاي ياخده على جبل عالي وهل في جبل عالي يقدر الانسان منه يشوف كل ممالك العالم يعني احنا نعرف ان رب قال لموسى اطلع على الجبل وشوف ارض كنعان اللي انت مش هتدخلها انت هتراها لكنه مش هتدخلها لكنه ارض كنعان ده جزء لكنه العالم اكبر العالم اوسع فطبعا لفهمنا للكلمه دي الكلمه دي مهمه جدا لانها بتعني كلمه الكلمه اليوناني دياكونوسي فهي بتعني ايه؟ الكلمه دي لو بصينا الى القواميس بتاعتها والديفينيشنز التعريف بتاعها بتعني انه انه يشير الى الشيطان اشار الى اشار الى او او يعرض او يعلم او يبين او يعرف بالضبط زي ما انت تبقى بتستخدم ايدك وتوضح بيها للآخرين أنه شايف العالم كله هنا موجود المملكة الفلانية وهنا موجودة مصر وهنا موجود اليونان يعني بتشاور كأداة تعليم ك يعني أنت زي ما كلمة بالإنجليزي to demonstrate أن أنت تبين فإبليس بين إبليس طريقة إيضاح إبليس أوضح انه من خلال الاشارات اللي استخدمها يشير الى هنا يقول له اليونان وهنا يقول له مصر وهنا فكانت طريقه ايضاح وليس انه موفي بقى قدام الرب يسوع او انه عمل موضوع ساحر بقى قدام الرب وجاب الممالك قدامها هذا لم يحدث الكلمه نفسها بتشير الى طريقه ايضاح انه وضح انه ممالك العالم وكمان وضح كمان الكلمه الاخرى ومجدها طيب يعني 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 حتى لو احنا خدنا فكره يعني اه انه شاور على ممالك العالم وضحها و و و وبينها قدامه اه مجدها مجدها ده لازم ان انا يعني عشان تشوف مملكه وتشوف مجدها آه يعني إيه المجد المجد بيتمثل في الغنى في الجيش في, الـ في, الـ في, الـ في البناء في الثقافة في الحضارة آه كل هذه الأشياء وكأن إبليس قاعد يبين لرب يسوع قد إيه العالم دوّن مليان أمجاد وكل مملكة من ممالكه فيها مجد آه فيها مجد بيختلف عن التاني طيب في عدة حقائق مهمة، احنا كده بس اتكلمنا عن بعض الكلمات المفتاحية اللي تساعدنا على فهم تجربة شخص يسوع الرب يسوع المسيح. في بقى حقائق مهمة نفسي ان فعلا الحقائق دي مهمة لأنها بتوضح لنا ضرورة وحتمية أن يجتاز يسوع هذا الحادث، هذه التجربة. أول حاجة لما بنرجع للكتاب المقدس بنعرف إن ربنا خلق كل الكون في البدء خلق الله السماوات والأرض زي ما كلمنا سفر التكوين وأصحاح واحد إنه الله خالق كل الأشياء وعلى رأس الخليقة أوجد الله الإنسان خلق الله الإنسان فالإنسان هو صورة الله هو شبه الله ولما نتكلم عن صورة الله وشبه الله طبعا لا نعني أن الله له صورة مادية والإنسان مخلوق على هذه الصورة فحاشل الرب أن يكون هذا لأن الله روح الله روح لكنه بيتكلم عنه ككائن مفكر عاقل آه يستطيع أن يتواصل آه كائن آه كل هذه الأمور على على صورة الله لكنه أيضا يقول لنا أنه الإنسان صار آه نائب عن الله في آه اهتمامه بالخليقة عندما خلق الله الإنسان صلته على الخليقة كنائب له عشان كده نقرأ في سفر التكوين وفي أصحاح واحد وفي عدد 28 هذه الآيات وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخدعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض فهنا الله أعطى الإنسان سلطان هذا السلطان هو سلطان التسلط هذا السلطان هو سلطان أنه يخدع الأرض هذا السلطان انه ينوب عن الله في رعايته واهتمامه وسلطانه على الخليقه اللي ربنا خلقها ده اللي بنعرفه من كلمه الله حتى في في مزمور 8 يكلمنا ايضا في مزمور 8 في جزء مهم قوي عن مكانه الانسان فيقول لنا كاتب المزامير في مزمور 8 نهار لحضراتكم هذه الاعداد يقول أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات من أفواه الأطفال والردع أسست حمدا بسبب اتضادك لتسكيت عدو ومنتقم إذا أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها فمن هو الانسان حتى تذكره؟ وابن ادم حتى تفتقده، وتنقصه قليلا عن الملائكه، وبمجد وبهاء تكلله، تسلطه على اعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، يبقى الرب سلط الانسان على كل اعمال يديه، وجعل كل شيء تحت سلطان الانسان. هذا هو القصد الالهي، وهذا ما فعله الرب عندما خلق الكون وخلق الانسان. لكن كلنا نعرف من تكوين اصحاح ثلاثه انه للاسف الانسان اطاع ابليس ولم يستمر في طاعته لله، الله قال له من جميع شجر الجنه تاكل واما شجره معرفه الخير والشر فلا تاكل منها لان يوم تاكل منها موتا تموت، واختار الانسان بنفسه انه يطيع الحيه التي هي ابليس ويعصي الرب، فبسقوط الانسان الإنسان سقط. أخذ هذا السلطان أو سلب هذا السلطان من الإنسان إبليس. إبليس سلب السلطان اللي ربنا إداه الإنسان من الإنسان، فأصبح إبليس زي ما بيقول لنا الكتاب في يوحنا 12 وعدد 13 بيقول لنا أن إبليس صار رئيس هذا العالم. وطبعا سلطان إبليس سلطان محدود وبسماح من الله فقط. فهو صار أخذ هذا السلطان من الإنسان. سلب الانسان السلطان الذي اعطاه الله فاخضع الانسان له وعشان كده صار الانسان عبد للخطيه وصارت البشريه ايضا عبده لابليس فكل من يصنع خطيه هو عبد للخطيه والرب يسوع قال انتم من اب هو ابليس واعمال ابيكم تريدون ان تعملوا ذاك كان قتالا ذاك كان قتالا منذ البدء. طيب لو كملنا دي بعض الحقائق المهمه قوي ليه لانه اذا فهمنا الحقائق دي نقدر نفهم ليه الرب يسوع يعني جرب ليه جرب ليه جزء من تجسده ودخوله العالم وحياته زي ما الهدف منها هو الصلب والموت نيابه عنا هو ايضا انه يجرب من ابليس ابليس سيطر على حياه البشر بالخطيه فبخطيه الواحد دخل الموت وبمعصيه الواحد دخل الموت فيسوع المسيح كان لابد ان ياتي كانسان انسان مثلنا ليكون مثلنا في كل شيء لكن بلا خطيه وهذا ادم الاخير بره وقدست وقدسته ونصرته على الخطيه تحسب لنا بر وقداسه كلمه الله كلمة الله اللوجس الله معلنا والمعبر الوحيد عن الله فكر الله جاء لينقض أعمال إبليس فبحياته وخدمته ومعجزاته وببذله لحياته على الصليب نقض أعمال إبليس وأباد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ده جزء مهم قوي فكان لابد أن الرب يسوع زي ما كان ادم بينوب عن كل البشريه ونحن كنا في ادم أثما وخطاه عندما سقط ادم، ايضا كان لابد ان الرب يسوع ياتي الينا اخذا سوره عبد لكيما ينوب عنا مش بس بموته على الصليب لكن ايضا بنصرته على الخطيه، بنصرته على التجربه فبره يحسب لنا يحسب لنا برا. طب نيجي الى جزء مهم اخر. أن الرب يسوع كان ينبغي أن يشبه إخواته في كل شيء أنه يصير إنسان مثلنا لكن الشيء الوحيد اللي بيميز الرب يسوع عن البشر هو أنه بلا خطيئة المسيح مش بس أنه لم يولد بذنب وبجرم خطيئة آدم لكن المسيح أيضا لم تلوثه ولا تلوثه الخطية نهائي المسيح صار إنسانا لكي ينقض أعمال إبليس ويحررنا نحن الذين صرنا عبيدا له لكي ما يكون لنا رئيس كهنة أيضا أمينا فيما لله ليكفر عن خطايانا رب يسوع أنه إنه يكون رئيس كهنة لنا أمين عاش حياته كلها أمين إذا, إذا الرب يسوع بالجسد أخطأ فما ينفعش أن يكون كفارة عنا ما ينفعش أن يكون هذه الذبيحة اللي تقدم عنا بها لوم لابد أن يكون بلا لوم في كل شيء وعشان كده نصرته على الخطية هي إعلان لأنه الذبيحة طاهرة مقدسة بلا لوم كمان ليكون قادر من خلال ما هو قد اكتاز فيه يكون قادر أن يعين المجربين يرثي لضعفات شعبه تجربة يسوع نيجي للتجربة يؤكد الوحي الإلهي أن يسوع أصعد إلى البرية من الروح القدس مرة ثانية بأكد الحقيقة دي فالرب يسوع لم يسيطر عليه إبليس ولم يمتلكه إبليس فحاش له مش ممكن أبدا يعني إحنا لو قرينا في الأناجيل وشفنا حالة الأشخاص اللي كانت الارواح الشريره مسيطره عليهم، مش ممكن ابدا ينطبق اي وصف من الاوصاف اللي اتقالت عنهم على الرب يسوع. يعني ده هو سيد الموقف، حتى لما نقرا في انجيل لوقا ونتكلم ويقرا ويكلمنا انجيل سوري انجيل مرقص، يكلمنا في اصحاح واحد وفي عدد واحد 21، ثم دخل كفر نحوم بيتكلم عن يسوع، وللوقت دخل المجمع في السبت وصار يعلم الى اخر هذه الاشياء لكنه يقول لنا انه كان في انسان به روح وازاي انه هذا الانسان اللي بالروح نجس في عدد 25 فانتهره يسوع قائلا اخرس اخرس واخرج منهم فسرعه الروح النجس وصار بصوت عظيم وخرج منه كمان في عدد الجزء الاخير يكلمنا ايضا في إصحاح خمسة عن لاجئون الإنسان الذي كان به روح نجس وكان هذا الإنسان يجرح نفسه ويؤذي نفسه وكان أيضا الناس تخاف منه وكان يربط بسلاسل وبقيود لكنه يكسرها وكان عريان إلى أخر هذا الإنسان الذي يخضع لسلطان إبليس لا يستطيع أن يمتلك أي رد فعل يكون بالكامل ذهنا نفسا وجسدا وعقلا تحت سلطان ابليس، فكل افعاله تكون افعال انسان غير عاقل، اما الرب يسوع فله كل المجد في تجربته على الجبل، هو صاحب السلطان المطلق على كل الاحداث، هو الذي يرد، هو الذي ينتهر، هو الذي يقاد بالروح القدس، هو الذي يسيطر، هو الذي يعلم جيدا كل الاشياء فلا يمكن ابدا ان نقول ان الرب يسوع له كل المجد لان هذا القول قول غير صحيح بل قول ايضا مخادع مضل لاي انسان يقرا عن حياه الرب يسوع ويتقرب الى حياته ويعلم مدى قداسه وقوه وسلطان هذا الشخص العجيب فيسوع صعد صعد الى البريه بالروح القدس ليجرب إبليس يعلم أن يسوع هو ابن الله شوفوا أحبائي آه زي ما قلت إن إبليس محدود في معرفته هو يستطيع أن يربط الأمور تربيطا صحيحا جدا يستطيع أن يستخدم الذكاء اللي ربنا له هو يعلم ال يعني خبرة ألاف السنين فبالتالي كل الأشياء يستطيع أن يربطها بمهارة وبذكاء مع خبرة السنين اللي عنده هو يعلم جيدا هو سمع ان الرب يسوع المولود في بيت لحم هو مولود قوه العلي تظلله، هو مولود بقوه الروح القدس، هو مولود في بيت لحم، دي النبوه اللي بتقول كده، هو مولود من عذراء فاستطاع انه انه يدرك ان هذا الشخص الذي ولد في بيت لحم شخص عجيب فبالتالي اهاج الدنيا عليه من البدايه لكي ما يميتو. لكن الحاجه الثانيه انه ابليس يريد من خلال التجربه هنا مش انه يميت الرب يسوع هو يريد اولا انه يعني يجعله غير كف انه يكون كفاره نيابه عنا يجعل القداسه والبر اللي فيه تتلوث فبالتالي اتى الى الرب يسوع بهذه التجارب لكي ما يجربه فاذا سقط يسوع كانسان كامل ينوب عنا اذا خطه الفداء والكفاره والخلاص تكون قد فشلت. ابليس يعلم كل هذا لكنه لا يعلم بالكامل سر التجسد، هو لا يفهم هذا. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ابليس ايضا لا يعلم انه هناك خطه الهيه ازليه انه يسوع يموت نيابه عن العالم. هو لا يعلم هذا هو في الآخر خالص علشان يرتاح من يسوع قرر أنه يميته وهو لا يعلم أن هذه هي خطة الله منذ الأزل أن يموت نيابة عنا ويحمل خطايانا مش كده حتى الأرواح الشريرة لما كانت تتقابل مع رب يسوع كانت بتعرفه لكن النقطة اللي كان دايما تقولها لماذا أتيت قبل الوقت لماذا أت... يعني ايه اللي يعني إيه الارواح الشريره تقول للرب يسوع اتيت قبل الوقت لتهلكنا؟ لأن الارواح الشريره وابليس يعلم ان الله قد عين زمانا فيه يبيد كل الاشرار، فيه يطرح ابليس الحيه القديمه وكل اعوانه في البحيره المتقده بالنار والكبريت، هو يعلم كده، هو يعلم ان دينونته اتيه، لكنه لما يرى هنا الابن وقد جاء في الجسد هو لا يعلم لماذا جاء لماذا جاء لماذا أتيت قبل الوقت أنت أنت دخلت العالم ليه إحنا وقتنا وقت الدينونة لسه ما لكنه كان لا يعلم سر أيضا الصليب فالصليب أخفي عن أعينهم لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد والرب يسوع له كل المجد ولد وجاء العالم لكي ما يصلب ويموت نيابة عنا الجزء الآخر إنه إبليس ظن بقى إنه ضعف يسوع بالجسد هيجعله ضعيف أمام التجربة فيمكنه أن يسقط في التجربة هو ظن كده إنه مدام الجسد أنهك فالإنسان الإنسان بيبقى في أضعف حالاته عندما يضعف الجسد عندما يضعف الجسد يعني الشخص اللي بيبقى مريض على فراش المرض بتبقى بيبقى شخص ضعيف حتى نفسيا ضعيف منكسر لكنه ابليس ظن هذا وهو لا يعلم ان يسوع حتى في ضعفه هو القوي علم ابليس ان كلمه الله الازلي ابن الله عليه ان يجتاز الضعف ليكون رئيس كهنه يرثي لضعفات شعبه كل هذه الامور مهمه جدا طيب نيجي بقى لسؤال مهم ازاي الكتاب يقول لنا ان الله غير مجرب بالشرور لكنه نرى يسوع المسيح يجرب من ابليس في هناك ثلاث انواع من التجارب وانا حطيتهم على الشاشه ناخد اول نوع الشيطان يجرب الانسان طبعا كلمه تجربه هنا بمعنى غوايه يغويه لفعل الخطيئة وهذا ما قاله لنا يعقوب الرسول انه احبائي انه لا يقول احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله خلوا بالكم في اصحاح واحد في عدد واحد واثنين يقول ايه؟ يقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه عالمين ان امتحان ايمانكم الى اخره، ففي هناك تجارب تاتي بالفرح تجعل المؤمن يفرح، لكنه لما ياتي الى عدد 13 يقول لنا ايه؟ يقول لنا هذه الكلمات انه لا يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله لان الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد بمعنى ايه؟ ربنا ما يقودكش للخطيه حاشا للرب يعني لو, لو 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 شخص دخل المكتب بتاعه وليه الخزانه في ال في 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 الشغل بتاعه مفتوحه ومد ايده وخد الفلوس اللي فيها ما يقدرش يقول انا سرقت لان ربنا سمح ليا اني ادخل في الوقت ده وتكون الخزنه مفتوحه فدي اراده الله اني اخد هذه الفلوس حبيبي دي ده شر ده شر, شر دي سرقه ده دي خطيه الله لا يجرب الانسان بالشرور الله لا يدفع الانسان للخطيه كويس فشيطان هو وحده الذي يجرب الإنسان لكي ما يخطئ الناس ممكن تجرب الله وهنا خلوا بالكم إنه كلمة تجربة نفسها برضو بتستخدم نفسها هنا إنه الناس ممكن تجرب الله من خلال عدم الإيمان من خلال طلب آية زي شعب إسرائيل في البرية إنه جرب الله مرارا وتكرارا ان ربنا قال لهم انا اهتم بيكم واول لما جم في البرية تزمروا لانه ما كانش فيه مية فجربوا الله تمردوا على الرب اعلنوا عدم ايمان وعدم ثقة في الله الله يجرب الانسان وهنا عندما يجرب الانسان الله هو يمتحن الانسان حتى يتزكى ايمانه وده اللي حصل مع ابونا ابراهيم لما الله امتحن ايمان ابراهيم حتى يتزكى ايمانه ايه بقى المشكله المشكلة عند البعض الآية اللي موجودة في يعقوب 1 13 بتقول إيه الآية دي؟ بتقول آه إنه لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد، الله نفسه ما ينفعش تجربه بالشر يعني ما ينفعش إنه إنه الشر يقترب إليه الله قدوس هو غير مجرب يعني الله لا يغوى الله ما يفكرش في الشر، الله ما يفكرش في الخطيه، هو هو قدوس هو بار وهو لانه كده هو لا يجرب احد بالشرور هو لا يجرب احد بالشرور. طيب كيف نفهم هذا بقى؟ في ضوء تجربه الرب يسوع المسيح الحقيقه الاولى المحتاجين إن إحنا نعرفها وإحنا بنتكلم عن الجزئين دول إنه شخص الرب يسوع هو الكلمة الذي صار جسدا فبتجسده صار للمسيح طبيعتين طبيعة إلهية وطبيعة بشرية صار له لاهوت وناسوت وهو كامل في لاهوته وكامل في ناسوته. التجربه مرتبطه بناسوت المسيح وليس بلاهوت المسيح فاللاهوت لا يجرب ولا يخطئ فهو المسيح كانسان انسان كامل ينوب عنا لهذا يجتاز هذه التجربه نيابه عنا حقيقه ثانيه مرتبطه بالفرق ما بين الاغواء الداخلي والشهوه والاغواء الخارجي لما يجي من الخارج. عندما جرب يسوع لم ياتي من الداخل، التجربه لم تكن من الداخل لانه هو قال كده انه ما يخرج من القلب هو الذي ينجس الانسان، لان كل ما يخرج من القلب هو افكار شريره وطمع وحسد وفسق الى اخر هذه الامور، فلان الانسان قلبه شرير التجربه بتاتي من داخل الانسان. من داخل الانسان، لان الانسان جواه شهوه وقلبه شرير فالإنسان بيغوى ويسقط في الخطية. عندما جرب يسوع كان الإغراء والإغواء من الخارج وليس من الداخل. لم تأتي التجربة من داخله فهو كلي القداسة، لكن التجربة أتت من الخارج من كلام إبليس من حواره معه. من محاولة إظهار العالم بشكل مبهر، من خلال إنه يقول له قول لهذه الحجارة إنها تصير خبزاً، هذا التجربة أتت من الخارج، فالتجربة لما تأتي من الخارج لا تنجس الإنسان، أمتى تنجس الإنسان؟ عندما تتقابل مع شهوة شريرة في القلب فيفعل الإنسان الخطية، والمسيح ليس في قلبه شر ولا خطية. واضحة الفكرة دي لأنها مهمة أوي. مهمة جدا في فهمنا لتجربة الرب يسوع. التجربة حقيقية جدا، الرب يسوع جرب تجربة حقيقية جدا وصعبة جدا. لكن الرب يسوع في داخله لا يوجد شهوة ولا يوجد خطية ولا يوجد إثم. التجربة أتت من الخارج لكنها لم تتقابل مع أي شهوة أو رغبة خاطئة في حياته فوقفت براه. ما عدتش شخص وقفت عنده لم تتعدى شخصه وعشان كده خرج يسوع منتصرا من التجربة من الممكن أن القدوس والبار ممكن يجرب بإغراء من الخارج فالتجربة شيء والقابلية لفعل الخطية شيء آخر فعندما يجتمع الاثنان معا يسقط الشخص في الخطية وده اللي قاله هنا الرسول يعقوب وده بيورينا احبائي قد ايه فعلا شخص الرب يسوع شخص قدوس وبار. هو قدوس في كل أفعاله هو بار. هو بار وقدوس في كل أفعاله في اصحاح واحد من رساله يعقوب. يقول لنا الرسول يعقوب الكلمات عن التجربه، فيقول لنا ايه؟ وانا حابب اقرا الجزء ده لانه هيوضح لنا اكثر من حقيقه يقول ايه لا يقل احد اذا جرب زي ما قلنا هنا التجربه هي لفعل فعل الخطيه كويس يعني للاسف ده, ده كل الفكر الاسلامي كده انت ليه بتتحرش لان هم مش لابسين كويس انت ليه آآ آآ يعني آآ بتفكر في شهوات جنسيه لانه الستات مش محتشمات انت ليه بتسرق لانه الخزنه كانت مفتوحه وربنا دبر لي ان انا اسرق انت ليه تكذب لانه مكتوب عند الله مكتوب على جبين الانسان ان انا هسرق فانا ده حاجه ربنا مقدرها لي هذا الفكر احبائي يتعارض مع قداسه الله 100% الله قدوس يعني يا ريت اللي بيفكر بالطريقه دي يفكر في شخص الله بطريقه صح هذا ليس اله ده شرير من يقودك للخطيه هو شرير وليس اله عشان كده يقول لنا ايه هنا في هذا الجزء يقول لنا انه الله لان الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد هو نفسه لا يجرب وبالتالي هو لا يجرب احد ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية والخطية إذا كملت تنتج موتا كويس فالخراب يسوع أتت الخطية ليه لكنها لم تستطع أن تخترق شخصه وتخترق قلبه وتخترق فكره وقفت عنده لأنها لم تجد ما في داخله من تجاوب معها كمان كل التجارب اللي واجهها الرب يسوع في البرية كانت تجارب حقيقية فهو كإنسان كامل جرب في كل شيء بلا خطية مش كده يقول لنا في بطرس الأولى 2 وعدد واحد و23 الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مك الذي لم يعرف خطية في كورنثوس الثانية خمسة من منكم هو بقى يبكتني على خطيه احبائي انت بتتبع مين بتتبع شخص قال من منكم يبكتني مين اللي عاش على هذه الارض وتحدى الجموع بانها لا تستطيع ان تجد فيه خطا واحد مين مين من البشر ليه تتبع شخص خطاء ليه تتبع شخص بيسير وراء شهواته؟ ليه تتبع شخص بيسير وراء رغباته الجنسيه ولا يستطيع ان يجمعها؟ ليه تتبع شخص كذاب وابو كل كذاب؟ ليه تتبع شخص مضل؟ ليه تتبع شخص لم يستطيع ان يكون مثال في اي شيء لا في الرحمه ولا في القداسه ولا في البر ولا في التقوى ولا في اي شيء. اما يسوع فيقف امام الجموع ويقول من منكم يبكتني على خطيه؟ ولم يستطع احد ان يبكته على خطيه. يسوع هو الشخص الوحيد الذي لم يطلب الغفران ولم يصلي لاجل غفران لحياته، لانه لم يفعل خطيه واحده. بار وقدوس في كل حياته. طيب نيجي بقى الى جزء مهم اخر ما معنى تجارب شخص يسوع المسيح او الرب يسوع المسيح؟ تجارب الثلاثه رسول يوحنا الحبيب قال لنا ايه؟ قال لنا انه في ثلاث انواع من التجارب موجودين في العالم العالم نفسه الذي وضع في الشرير فيه ثلاث انواع من التجارب هذه التجارب اول واحده فيهم شهوه الجسد شهوه الجسد والتجربه الثانيه هي شهوه العيون والتجربه الثالثه هي تعظم المعيشه ليس من الاب بل من العالم ده كله نتاج العالم الرغبه للاكل شيء جميل لانها بتساعد الانسان على استمرار الحياه لكن الشهوه الغير مسيطره او ليست تحت تحكم هي خطيه عشان كده لما نيجي للتجارب الثلاثه دول ونشوف ان التجربه الاولى التجربه الثانيه والتجربه الثالثه اللي اكتاز فيها الرب يسوع كانت انتصار حقيقي على الثلاث انواع من الخطايا دول شهوه الجسد تحويل الحجاره الى خبز ده معنى من معانيها كل هذه الحجارة أن تصير خبز على فكرة مش بس أنه يشبع جسده كويس أنه يشبع جوعه لكن الحاجة المهمة أوي ما عادي الإنسان لازم يأكل عشان يقدر يعيش لكن الفكرة هنا خلوا بالكم أنه الرب يسوع عندما ارتضى أن يصير إنسان يقول عنه الرسول بولس أخلى نفسه كينوسوس أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب في اللي بيقى أخلى نفسه أخلى نفسه يعني إيه إن الرب يسوع لن يستخدم صفاته وأعماله وقدراته لتحقيق رغباته هو أتى لكي ما يفعل مشيئة الآب عندما جربه ابليس وقال كل هذه الحجاره ان تصير خبزا هو عايز يقول له استخدم اللي انت حطيته على جنب من اجل فداء الانسان استخدم هذا عشان تحقق بيه رغباتك الشخصيه. الرب يسوع قال له لا الرب يسوع قال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان انا مش عايش علشان اكل أنا أنا جيت علشان أحقق مشيئة الآب أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت ده كان قلب وتوجه يسوع النصرة النصرة على شهوة الجسد وعندنا أمثلة كثيرة أحبائي عندما نجعل لشهوة الجسد السلطان علينا نسقط نأكل ونشرب لأننا غدا نموت تكون كل شهواتنا إلههم بطونهم أو زي داود عندما اشتهى وصار وراء شهواته وسقط في الخطية وزنى وقتل شهوة الجسد عشان كده أنا مستغرب إنه إزاي تكون يعني ديانة كل ما فيها هو شهوة الجسد، ده شهوة الجسد ده من العالم ده من إبليس شهوة الجسد هو مش بس اكتفى إنه يعطي لأتباعه ما يشتهون من أمور على الأرض لكنه أيضا جعل شهوة الجسد جزء أصيل في السماء في الجنة شهوة الجسد وهذا أكبر دليل على أنه مش من الله مش من الله لأن الخطية هي شهوة الجسد حاجة تانية شهوة العيون ألقي بنفسك بقى من على جناح الهيكل وأول ما تلقي بنفسك من على جناح الهيكل الناس هتشوفك وتشوف معجزاتك وهتنبهر بيك العيون والكل هيؤمن بيك رب يسوع قال له لا تجرب الرب إلهك مكتوب لا تجرب الرب الهك. لا تجرب الرب الهك. التجربه الثالثه تعظم المعيشه. شوف ممالك العالم، شوف العالم بكل املاكه. شوف هذه الممالك وكل مجدها. ابليس على فكره كذاب، هو رئيس هذا العالم اه، لكن الكلمه الاولى والاخيره هي للرب. هو اللي بيتحكم في التاريخ وهو اللي بيعين من يعين قلوب الملوك كجداول مياه في يده. هو صاحب كل هذا السلطان عشان كده الرب يسوع قال له انه للرب الهك وحده تسجد واياه وحده تعبد. احبائي دي تجربه الرب يسوع الذي جرب من اجلنا الذي انتصر على الخطيه وانتصر على التجربه الذي اعلن قداسته وطهارته طهاره قلبه وطهاره فكره الذي لم تستطيع الخطية بكل أشكالها أنها تلوثه وتلوث حياته عاش على هذه الأرض بدون خطية الوحيد الذي لم يفعل خطية أنا بدعوك النهاردة أنك تتبع القدوس البار بدعوك أنك تتبع يسوع المسيح الذي أحبك إلى المنتهى وقدم نفسه نيابة عنك على عود الصليب اعزائي المشاهدين الى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم